ما استجابة اللجنة للتقرير وهل من نتائج وتوصيات مرتقبة بناء على ما قمتم بتوثيقه في هذا التقرير؟ نعم سيدي، هو المتوخى من هذا التقرير ومن الندوة الصحفية التي عقدت البارحة ومن لقاءات التواصلية التي كانت منذ بداية المجلس، وهو استصدار توصيات قوية. لكن نحن لا نريد صراحة، لا نسعى إلى أن يستصدر مجلس حقوق الإنسان بيانا بقدر ما ننتظر منه خطوات عملية، لأنه البيانات هذا دورنا وشأننا نحن كمنظمات حقوقية. نحن من يمارس، نحن من يندد، نحن من يكتب البيانات، نحن من ينشر التقارير، لكن مؤسسات أخرى لا ننتظر منها أن تحاكي المنظمات الحقوقية بقدر ما ننتظر منها إجراءات عملية تهدف إلى إصدار أو طلب استصدار عقوبات من قبل المؤسسات التي تخاطبها هي. وأنا أقصد المؤسسات التي أعلى من هذا الرجاء كالجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرها من المؤسسات الدولة. وإلا إن كنا نعمل كل هذا الجهد من أن نستصدر بيانا من جهة معينة أخرى، فصراحة لا نرى الآن في هذا الظرف الحساس الذي نرى فيه بأن عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية تتمتع بدعم قوي من خلال هذا الصمت الدولي الرهيب، خاصة يعني الصمت الأوروبي.